تشوفوا الان الحجاره على الوقايه المدنيه حرب. حتى الناس ديال رجال الشرطه ما سلموش من هاد الحجره ديال الطائشين هادو القاصرين كما كنشوفوا دابا. ها انتما كما كتشوفوا الحجر كما كتشوفوا حنا من بعدين خايفين على راسنا. ها تشوف كما كتشوفوا الحجاره في المكان. كما كتشوفوا الان رجال القوات المساعده رجال الامن كلهم هنا حجروا وصلوا لعين المكان. كما كنشوفوا الناس كيضربوا بالحجر على المباشر. كما كتشوفوا الناس كيضربوا بالحجر ما عرفش واش هذه الان اعتقالات بعض الأشخاص. هانتوما كما تشوفوا الحجارة تقول حنا في سوريا ماشي في المغرب. شوف حجارة كبيرة شوف كداش. هانتوما كما تشوفوا هانتوما والله لا عيب هانتوما أنا نوصلوا لهاد الحالة هادي. حتى حنا راه خايفين على راسنا وكنغامرو بحياتنا. شكرا الناس الرجال الوقاية المدنية شكرا لكم بزاف. هاد الناس هادو ما عرفناش شنو بغاو يوصلوا البلاد عندنا. كما كنشوفوا حتى الناس ديال السلطه رجال الشرطه تما ما تسلموش من هاد الطيش ديال هاد الناس هادو. واحد الشرطي اللي تصاب بحجاره الشراب كلشي موجود هنا. هاد الناس ما عرفناش فين باغي يوصلوا البلاد. شكرا الناس رجال الامن على التدخل ديالهم القوي لولاهم لكن غنشوفوا كارثه في هاد القنت هذا. تحية للناس ابتداء للناس رجال الأمن كما كنشوفوا. اسمه يهجر اسمه يهودي.
انتم اعتقاد ثلاث اشخاص من الناس اللي كانوا كيضربوا بالحجر، كانوا الناس كيديروا عا بالعواد وبهذا، قالوا لنا كيديروا بالنوات، قلنا وراه حنا ولينا باسرائيل ولا فين؟ راه حشومه هادشي اللي كيديروا، راه حشومه. كيف شتي اليوم التعدد على الناس الرجال الامن بالحجار وهذه، كيف شتي التعدد؟ والله يعني ما تقولش عند ليلى يلاه نروح عند رسول الله، هاد التعدد راه حشومه. ولينا في سوريا، ولينا في سوريا، ما بقيناش في سوريا. كيفاش التعدد اللي وقع دابا؟ غادي نمشي نصيد، غادي نمشي نصيد، كيبان لي المخزن جاي بالطوموبيل، الشافر اللي جاي كيشير عليه بالحجر، تلقيت ليهم، والله ما كنتش عندي فكرة نشدهم من ربي يوم اصاحبي. فكرة اصاحبي وش ولينا في سوريا اصاحبي، لعيبة اصاحبي بحال هكا، حب راسك. والله العادي ما كنتش. كيف شتو بحال هذا؟ هذا تسين كار خنسنقر هاد الحاله، خنطمن هاد الوليدات الله يهديهم، فهمتي ولا لا؟ على بالنا الناس امن حاميننا، كنبغيو نخرجوا مع وليداتنا حشومه، انا خنسنقر هاد الشيء. كيفاش اليوم الاعتداء؟ كيفاش اليوم الاعتداء اللي وقع على رجال السلطه؟ بزاف كاع رجال تخرج انا الامن ورجال السلطه بداو كيضربهم بالحجر، كيفاش؟ والله يهدي هاد الدراري، كنطلبوني من الهدايا والله حشومه والله، المهم انا خنسنقر هاد الشيء، ماشي هي عاشورة اللي كانت تتقالي. عاشورة ماشي بحال هكا. ماشي بحال هكا. شعلوها ونطفيوها، ما نضربوش بالمخزن. جاي المخزن باش يطفي العافية ويجي يرشموه بالحجر، حشومة. العافية كتشعل كتحاك لافيونس، ضحكوا يطبلوا الدراري وضحكوا وشو بحال هذا. بنادم كيقلب على الحال ساكت. يمشوا كاع الناس كتستنكر هذا الفعل الإجرامي. كتستنكر هذا الفعل الإجرامي لأنه صراحة الله ماشي نقولوا حجر صغير، راه حجر كبير، حجر كبير كيتشاير على رجال الامن كانهم يهود ولا ما عرفت شنو غادي نقول لها، كحشومه هادشي اللي كيوقع صراحه الله. الان نديروا شعاله كيف العاده، كيف القاعده، حشومه اننا نضربوا رجال الامن، نضربوا الوقايه المدنيه بهذه الطريقه، هذه حشومه وعيب وعار. هانتوما كتشوفوا يعني كيضربوا من هنا، شتي كيدارو؟ كما كتشوف باقتو رجال الأمن من الوراء، بداو كيضربوا بالحجر، بداو كيضربوا بالحجر. كما كتشوفوا الان كلشي كيهرب خوفا من الحجر اللي كتساقط دابا من كما كتشوفوا ان بحضور رئيس المنطقه الاقليميه هو حاضر هنا. ثالثة، هنا تتكلموا من المحمدية، وسنوصلوا رسالة لآباء الأمهات، ربي وليداتكم، ولادكم ما مربيش، ميول البراهش هز الحجر، وتضربوا رجال الأمن وطاني وعمال السلطة، ما بقى والو، من هاد الناس تضربوا، يعني على المباشر، على المباشر السي هذا الله يجزيكم بخير، اللي في يديه قراعي يديه الكرم، ربي وليداتكم، هذيك الملة تسمين، وهذيك الملة تسم، زيد ربي الحجر، راه غادي تعتقل، لأنه معروف، زيادة 2000 تتعدى على رجال الأمن الوطني، كارثة. كما كنشوفوا الان رجال الامن سيطروا على الوضع كما كتشوفوا، رغم الاصابه ديال رجل الامن وقوات المساعده اللي طاف عينيه، تمنوا له الشفاء العاجل. الان المكان فارغ، لقد تم السيطره على المكان. كنشكروا
رجال الامن الوطني رجال الحموشي، رغم انه كان ضرب بالحجاره ورغم انه كان الحجر كيتشاير عليهم ما وقفوش وداروا خدمتهم الله يعطيهم الصحه. كنتمنوا من هاد الطائشين اللي كيديروا هاد الاعمال اللي هي اعمال جنائيه اللي تعاقب عليها قانونيا، ضرب الحجاره رجال موظفين امن عمومي كيحفظ البلاد وانت تضربي بالحجر، شكون انت باش تضرب هاد الناس هادو بالحجر؟ حشوم عليكم. ضرب الناس الواقعية المدنية وضرب القوات المساعدة ورجال الأمن بالحجر كأننا في سوريا. كنشكروا رجال الأمن اللي دابا واقفين كلهم في هذه المنطقة هذه باش يأمنوا هذه المنطقة كما كنشوفوا. تحية لرئيس المنطقة الإقليمية اللي توا حاضر في المكان في عين المكان. شكرا رجال الحموشي، شكرا لكم. الان رجال الامن